السلام عليكم. شايل عروسة وكيس سكر هدية حلوين، لو شفتم عروسة ومش مهم هي بنت مين، أهم حاجة تساعد العريس في صرف التموين، وتكون بتفهم في أنواع الزيوت والصابون، وتعرف إزاي تتعامل مع الزبون، وتكتب له الحاجات الناقصة والمطلوبة، وتلم البضاعة الفاسدة والمعطوبة، وبيوعدها مش هتفضل كتير مخطوبة. لا مش هيفركشوا الخطوبة، ده كل حاجة عنده محسوبة، ده هيوزع في الفرح الشربات واللبان وبسكوت صمبا وشمعدان. أهم حاجة تقتصد في صرف السكر والدقيق، ويكون طبعها حنون ورقيق، وهتلاقيه في حبها غريق، ودايما عند كبسة التموين هيطلع بريء، وهو وهي وعيالهم دايما يشتغلوا بروح الفريق، ويعرضوا بضاعتهم على الاستاند بعيد عن الطريق، وتخلي بالها من الكبريت اللي على الرف لأنه ممكن يعمل حريق. أظن طلبه ومواصفاته معقولة، يا ترى مين توافق وتكون عنه مسؤولة؟ وهل عرفت مهنته من خلال كلامه؟ وهتوافق وتقبل تحيته وسلامه؟ ويا ترى عرفتوا انتوا كمان مين يكون صاحب مكان الجبنة والزيتون؟